السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يا هلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم نغطيها لكم من معرض الرياض للسيارات ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، ونستعرض معكم جناح شركة الجبر للسيارات وكيل سيارات كيا. والسيارة اللي حنستعرضها معاكم ونعطيكم تفاصيلها هي السيارة الكهربائية كيا EV9 موديل 2024. كيا EV9 موديل 2024 أول سيارة دفع رباعي حجمها متوسط تعتمد على منصة الـ EGMP المبتكر من كيا. الأبعاد الخارجية: الطول الإجمالي 501 سنتيمتر، والعرض 198 سنتيمتر، والارتفاع 175.5 سنتيمتر، وطول قاعدة عجلاتها 310 سنتيمتر. تجهد الـSUV الكهربائية العائلية بتصميم خارجي جريد وملفت للنظر. ومن أبرز التجهيزات الخارجية اللي هي الواجهة الأمامية بتصميم وجه النمر الرقمي الخاص بشركة كيا، وغطاء المحرك منحوت بخطوط حادة، وأضواء النمط الرقمي بتصميم عمودي ومدمج في الواجهة الأمامية، طبعا جاي مع أضواء الترحيب الديناميكية وكاميرا وحساسات أمامية. أما بالنسبة لجوانب السيارة، تعالوا معايا نشوف تصميم السيارة الجانبي الجاي على شكل صندوقي. طبعا هذا بيثبت جدارة وقوة السيارة هذه أوفرود، مع أنها سيارة كهربائية. النوافذ الجانبية مدمجة في الزجاج الخلفي. المرايا الجانبية طبعا زي ما انتم شايفين هذه مش مرايا، بل بالعكس هذه كاميرا جانبية تعمل كهربائيا بالكامل وتعطيك المنظر الجانبي للسيارة. وكمان إضافة بسيطة جدا، المراية الجانبية أو الكاميرا الجانبية يجي عليها اللي هو مؤشر الانعطاف. السيارة تيجي بجنوط مقاس 19 أو 20 أو 21 بوصة، تختلف على حسب الطراز أو الفئة. أما بالنسبة أسفل السيارة نشوفها تيجي باللون الأسود. طبعا هذا اللون الأسود بيطلع على جوانب، يحف السيارة من جوانبها ويطلع إلى أعلى الإطارات الأمامية ومن ثم الإطارات الخلفية. ولا ننسى مقابض الأبواب تيجي أوتوماتيكية مخفية. وهنا أعلى اللي هو الإطارات الخلفية نشوف اللي هو الشاحن الكهربائي للسيارة. تعالوا خلينا نشوف أبرز المزايا للشكل الخلفي. زي ما انتم شايفين في الأعلى نشوف هوائي على شكل زعنف القرش، وجناح رياضي جميل جاي اللي هو بعرض الواجهة يتوسط لأضواء المكابع. بالنسبة للأضواء الخلفية زي ما انتم شايفين جاي بتصميم أوروبي جريء جميل جدا. هذه الأضواء تيجي LED واللي تسميها الشركة خريطة النجوم. كمان نشوف انه يجي فيها اللي هي كاميرا خلفية وحساسات خلفية، وكمان تيجي السيارة أسفلها اللي هي أسفل الصدام الخلفي على جوانبه اللي يجي عاكسات الأضواء، وفي الوسط اللي هي طبعا كشاف الضباب. هذه كل الأشياء زي ما انتم شايفينها، بس الأحلى شيء في السيارة انه شكل السيارة حقيقة جذاب وأوروبي. والتصميم الخارجي بيختلف في بعض التفاصيل بين السيارة الجي تي لاين زي السيارة اللي معانا وبين الطراز العادي. بتعمل السيارة كيا EV9 بخيارين للبطارية، الأولى 76 كيلو وات في الساعة وتيجي مع نظام الدفع الخلفي، وهي مزودة بمحرك كهربائي مدمج في المحور الخلفي بتعطي قوة 215 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر، وبيوصل مدى السيارة إلى 540 كيلو متر في الشحنة الواحدة. البطارية الثانية 99.8 كيلو وات في الساعة، تيجي بنظام الدفع الكلي واللي بيعمل بمحركين كهربائيين مدمجين في المحورين الأمامي والخلفي، بتعطي قوة 380 حصان وعزم الدوران 600 نيوتن متر، وبيوصل مدى السيارة إلى 370 كيلو متر في الشحنة الواحدة. من أبرز مزايا المقصورة الداخلية اللي هي المساحة الداخلية واسعة وكبيرة، 3 صفوف من المقاعد، وإضاءة محيطية عالية، الإنارة بلونين علوي وسفلي. طبعا تيجي فيها الشاشة بانورامية كبيرة الحجم تتصدى الكونسول الأمامي، بتضم شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة متوافقة مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وشاشة العدادات أو لوحة العدادات تيجي برضو كمان مقاس 12.3 بوصة، وشاشة ثالثة اللي هي مقاس 5.2 بوصة. والنظام صوتي فاخر، عجلة القيادة متعددة الوظائف وبتصميم مميز، مكيف
مكيف إلكتروني متعدد المناطق ومقاعد فاخرة. مقاعد الصف الثاني بتيجي بثلاث خيارات قابلة للدوران بزاوية 180 درجة، أو تيجي بخاصية الاسترخاء والمساج أو مقاعد متصلة. مسند للذراع بيضم حاملة أكواب وفتحات تكييف ومنافذ للشحن لثلاث صفوف. أماكن متعددة كثيرة للتخزين داخل الأبواب وغيرها كمان، وكمان يجي فيها اللي هو شاحن لاسلكي وفتحة سقف مزدوجة والذراع ناقل الحركة. طبعا ذراع ناقل الحركة مثبت خلف عجلة القيادة موجود هنا لتوفير مساحة أكبر في داخل المقصورة. أعزائنا متابعين ومشاهدين قناة سعودي أوتو، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم من حلقة الكيا EV9، ولمزيد من المعلومات زوروا موقعنا saudiauto.com.sa، وعبوا الاستمارة داخل حلقة اليوم وإن شاء الله حنلبي طلباتكم. ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأن الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية من أكبر المسببات للحوادث. حط جوالك على الصامت وقد بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.